Deine Shuga war Mana Yahuza. Da sauran mutanen da aka ta gurma da su da kan arkana addini mai masa addu'a Allah ya kansa ya gafarta musu iyayen mu da suka gabace mu Allah ya gafarta musu wanda suke raye su ma in lokacin su ya zo Allah ya kansa ya gafarta musu malamen mu Allah ya kansa ya gafarta musu mu komenta mu ta zo Allah ya sa mu cika da imani amin صلى على النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وصليت وسلم وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم انا نسالك يا عزيز يا منان يا وجيب السماوات والارض وجلال من الكرام اللهم اغفر لشيوخنا يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واخر منزلهم واسر مدخلهم واغسلهم بماء وثلج وبرد ورقهم من الذنوب والخطايا كما ينقذهم العبيد من الدنس اللهم جازهم بالحسنات احسانا وبالسيئات امرا غفرانا اللهم اغفر لابائنا واجدادنا وامهاتنا يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وارحمنا بعدهم يا رب العالمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وارحمنا بعدهم يا رب العالمين اللهم اجعل قبرهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة اللهم لا تخزهم يوم العرض عليك اللهم لا تخزهم يوم العرض عليك اللهم اجعلهم تحت ظل عرشك يوم لا ظل الا ظلا برحمتك يا ارحم الراحمين يا رب العالمين اللهم يمن كتابهم في الاليين اللهم يمن كتابهم في الاليين اللهم اغفر لهم وارحمهم وارحمنا بعدهم يا عزيز يا منان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك